السلام عليكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول بالله التوفيق، موضوع حلقتنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن دعوة إعادة تصحيح أوراق الإجابة. الفيديو موجه لطلاب الثانوية العامة، موجه لطلاب الثانوية الأزهرية، موجه لطلاب الليسانس أو البكالوريوس، موجه لطلاب الدبلومات سواء دبلومة تمهيدي ماجستير أو الدبلومات التربوية أو ما شابه ذلك، يعني شامل لأي دعوة إعادة تصحيح. طبعا في البداية طلاب الثانوية العامة أو الأزهرية، والفيديو إيجا بمناسبة ظهور النتيجة، ولكن أحب أن أتوجه بخالص التهاني والتبريكات لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتقدم بإذن الله. وأحب أقول اللي ما جابش مجموع الكليات اللي كان عايزها، اجتهد في اللي ربنا سبحانه وتعالى إدهولك، واجتهد في اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك، وأكيد ده بإذن الله سبحانه وتعالى هو الخير ليك، وأكيد بإذن الله إن ربنا سبحانه وتعالى قدر لك الخير. فاجتهد، مش نهاية الكون إن حضرتك ما جبتش المجموع اللي أنت عايزه، ولا بداية الكون اللي جاب المجموع اللي هو عايزه. ده سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بيننا، ولازم المجتمع يبقى فيه الدكتور وفي المهندس وفي المحامي وفي المحاسب وفي النجار وفي الحداد وفي الميكانيكي وفي كل فئات المجتمع. كل الفئات ده هي مفيش حد فيهم يقل عن التاني حاجة خالص نهائي. كلنا كده حلقة بنكمل بعض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون كله ليخدم بعضه ومسخر لخدمة بعض. فلو ربنا ما كتبش ليك كلية من الكليات اللي انت كنت نفسك فيها، ممكن يكون لو كنت دخلتها ما كنتش هتبدأ فيها ولا هتبقى حاجة فيها. احنا رأينا كتير ناس دكاترة أطباء ومش باهرين ولا بارعين في مجالهم، فممكن يكون محاسب خريج كلية تجارة أحسن منهم لأنه شاطر في مجاله، ممكن يكون محامي خريج كلية حقوق أحسن منهم لأن شاطر في مجاله، وبالنقيض كل مجال في الشاطر وفي الخايب. فأنا عايز المجال اللي حضرتك تخشه يكون أنت متميز فيه، فالكلية اللي هتدخلها ارضى بما قسمه الله لك واجتهد فيها واعمل اللي عليك واستعن بالله قبل كل شيء، وربنا يكتب لك الخير ويكتب لك التوفيق. طيب، واحد يقول لك أنا جبت درجات، أنا دي مش درجاتي اللي في الورقة دي وعايز أصحح الورقة. حضرتك عملت تظلم والتظلم ما جابش نتيجة، هتعمل ايه بعد التظلم؟ اقول لحضرتك بتعمل دعوة اسمها دعوة اعادة تصحيح ورق الاجابة. بتعمل ايه في الدعوة او بتطلب ايه في الدعوة؟ بتطلب ان انت يتعاد التصحيح الورقة كاملة، تمام؟ طيب، واحدة واحدة. المحكمة المختصة ايه بالدعوة؟ محكمة القضاء الاداري اللي موجودة في المحافظة عند حضرتك. انا هنا من الدقهلية، عندنا مجلس الدولة في مساكن الشناوي. محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر دعوة إعادة التصحيح، تمام؟ طيب، مدة رفع الدعوة هي لها مدة؟ آه لها مدة، عشان في ناس كتير رفعت الدعوة ولكن بعد فوات الأوان والدعوة بتترفض. يقول لك الدعوة اترفضت يا أستاذ، أقول له ما أنت رفعتها بعد المدة. طب إيه المدة دي؟ لنا مدتين. طبعا الدعوة بتتعمل دعوة مستعجلة. الدعوة المستعجلة لا يشترط فيها التظلم، تمام؟ لا يشترط إن أنت تكون اتظلمت. طيب، الحالة الأولى لو حضرتك اتظلمت، مدة الدعوة بتاعتك 60 يوم من تاريخ رفض التظلم. يعني من حقك تدفع الدعوة بتاعتك خلال 60 يوم من تاريخ رفض التظلم، تمام؟ طيب، أنا ما اتظلمتش وعايز أدفع الدعوة على طول، ينفع؟ أقول له في الدعاوى المستعجلة لا يشترط التظلم، خلاص ادفع الدعوة. هتبقى المدة إيه؟ 60 يوم من تاريخ إعلان النتيجة. هتبقى المدة 60 يوم من تاريخ إعلان النتيجة. اتظلمت، هتبقى 60 يوم من تاريخ رفض التظلم. يبقى التظلم بيفتح لك المدة شوية. طيب، لو أنا رفعت الدعوة بعد 60 يوم سواء من تاريخ التظلم أو من تاريخ إعلان النتيجة، الدعوة بتاعتك هتبقى غير مقبولة شكلا، وحتى لو لك درجات الدعوة بتاعتك باظت ومش هتتقبل، تمام؟ يبقى عرفنا الدعوة، وعرفنا مدة الدعوة، وعرفنا المحكمة المختصة. طبعا حضرتك هتسمع كلمة مستعجلة، دعوة مستعجلة، وهتقول كويس ده انا هيتحكم ليا فيها في شهرين او في 3 شهور. هقول لحضرتك للأسف، انت ما تعرف ان اللي ادى الامتحانات حوالي 600,000 طالب ثانوية عامة، و600,000 او 400,000 تقريبا ثانوية أزهرية، غير طلاب الكليات، غير طلاب الدراسات العليا. حوالي مثلا 10% من دول بيعملوا دعوة إعادة تصحيح. فمحاكم القضاء الإداري يعني فيها كم هائل من دعاوى إعادة التصحيح، حتى وإن كان اسمها دعوة مستعجلة ولكن ما فيهاش ريحة الاستعجال خالص. يعني هتاخد وقت قد إيه يا أستاذ؟ هقول لحضرتك إن أنت اعمل حسابك، خش الكلية اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك وركز فيها واجتهد وذاكر كأنها دي كليتك وكأنها هو ده مصيرك. وموضوع الدعوة ده
اعمله واركنه على جنب. ليه؟ لان ممكن يجي الترم الاول عليك وامتحاناته ولسه الدعوه شغاله وما فصلتش فيها في المحكمه، فانت اعمل حسابك وانسى عنصر الوقت خالص عشان ما تتعبش نفسيتك وتقدر تشتغل في الكليه اللي انت دخلت فيها، وعشان لو ما حصلش نصيب وجبت درجات يبقى انت ما ضيعتش ان انت راكن على الدعوه القضائيه اللي حضرتك رافعها. يبقى عنصر الوقت تنساه خالص، ان الدعوه بتاخد شهور 4 5 6 على حسب طبعا كم الهائل الموجود في المحاكم، وطبعا احنا اجى ظروف الوباء اللي حصل والمحاكم اتعطلت 4 شهور بالاضافه للقضايا القديمه اللي كانت موجوده فيها، فالموضوع بيطول شويه. فركز في كليتك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير لو جبت درجه. المستندات المطلوبه اللي هتوجهها لاي محامي حضرتك هتختاره عشان ترفع الدعوه: توكيل قضائي من ولي الامر، لان حضرتك لسه ما جبتش 21 سنه ما ينفعش تعمل توكيل لو انت طالب ثانويه، ولو انت طالب جامعه وجبت ال 21 بتعمل توكيل مباشره للمحامي. طيب توكيل من ولي الامر في حاله الثانويه بيكتب بصفته ولي طبيعي على ابنه فلان الفلاني. صوره بطاقه ولي الامر، صوره بطاقه الطالب، شهاده من التظلم او صوره من التظلم لو حضرتك قدمت تظلم، صوره من استماره النجاح ان انت سواء في الثانويه او شهاده الشهاده في حاله الجامعه، تمام؟ يبقى توكيل وصوره البطاقه وتوكيل بصفه ولي طبيعي لو هو في الثانويه وصوره من التظلم لو موجود واستماره النجاح. طيب بيتم اختصام مين؟ في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه بتختصم جهه الاداره اللي هي التربيه والتعليم او الازهر الشريف، تمام؟ وبعد كده بعد ما تختصم التربيه والتعليم او تختصم الازهر الشريف بيتم الجهه المختصمه بتيجي تقدم الورقه بتاع الاجابه بتاع حضرتك، انت مختصم في الفقه او في الفيزياء او في الكيمياء، الجهه الاداريه للتربيه والتعليم مثلا بتحضر الورقه بتاعه حضرتك. حضرتك بتروح تحضر في المحكمه بتطلع هي ورقتك؟ اه ورقتك، دي ورقتك يا محمد، ورقتي. بعد كده بيتم دفع امانه اسمها امانه خبير، ويتم عرض الاوراق الاجابه على لجنه ثلاثيه من الموجهين او في الجامعه لجنه ثلاثيه من اساتذه الجامعه، ويتم اعاده تصحيح ورقه الاجابه بتاع حضرتك. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لو حضرتك حصلت على درجات، انا بتكلم دلوقتي هنرجع للثانويه العامه والازهريه، لو حضرتك حصلت على درجه او 2 او 3 والدرجه والاثنين والثلاثه دول يغيروا مصيرك في الكليات او يغيروا التنسيق، بتاخد الحكم بعد ما يطلع والصيغه التنفيذيه وبتسلمه في الشؤون القانونيه في التربيه والتعليم او في الازهر الشريف لو انت في الازهري، وبعد كده بيتم بيعطوك شهاده جديده بالدرجات الجديده ويتم تسليمها لمكتب التنسيق. يعني لو حضرتك كنت جايب صيدله وينقلك لطب اسنان الدرجه او الدرجتين بتروح الكليه اللي حضرتك منقول اليها. يبقى دي باختصار شديد الدعوة المستعجلة لإعادة تصحيح الدرجات سواء طالب جامعة أو طالب ثانوي.